أقامت السفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني يوما رياضيا بحديقة السفارة مع منتخب كرة القدم الأولمبي المصري وعدد من لاعبي منتخب كرة القدم الوطني المصري قبل سفرهم إلى لندن للمشاركة في دورة لندن 2012 الأولمبية. وتم خلال هذا اليوم إعلان برنامج الإلهام الدولي، وهو برنامج التراث الأولمبي الدولي التابع للحكومة البريطانية. أنا مبسوط طبعا الأول اللي أنا موجود هنا النهاردة، ومبسوط ان انا موجود مع المنتخب الاولمبي من الثلاث لعيبه الكبار. يعني اتمنى ان انا ابقى موجود في القائمه النهائيه باذن الله. وطبعا استعداداتنا كنا بدانا بالمشاركه في دوره تولون الوديه في فرنسا، ويعني ما عملناش النتائج المطلوبه، بس كنا لسه بادئين معسكر، ويمكن في البطوله العربيه برضو في السعوديه تبقى احتكاك قوي ويبقى الفرقه كامله والفرقه وقفت على رجليها، ودي هتبقى استعداد قوي طبعا للاولمبياد، وبتمنى اللي هي تبقى اضافه لينا ان شاء الله قبل الاولمبياد باذن الله. عاملين معسكر يمكن اعداد بدني لينا في الفتره الحاليه، خصوصا ان احنا بنمر بعدم وجود نشاط في مصر بسبب الظروف الحاليه اللي موجوده داخل مصر، فبنحاول نرفع معدل اللياقه البدنيه شويه للاعبين، ثم ان شاء الله باذن الله متجهين عندنا البطوله العربيه هتكون في السعوديه، مجموعتنا بتضم السودان والعراق ولبنان ومصر. نتمنى ان شاء الله ان احنا نعمل مباريات تكون تليق بسمعه مصر ان شاء الله، وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله لينا. كم ده هيكون الاعداد قبل الاخير، ثم الاعداد الاخير هيكون هنحاول نعمل مباريتين مع فريق المكسيك ومع فريق فرنسا قبل ما نروح لندن باذن الله. هتكون فتره اعتقد في حال يعني قبل 26 7 اول مباراه رسميه لينا مع البرازيل ان شاء الله. برنامج الالهام الدولي برنامج بينمي روح القياده او مهاره القياده عند الشباب المصري. البرنامج اساسا ابتدى في انجلترا واتعمل في 20 دوله، مصر هي الدوله الاخيره اللي البرنامج يبقى فيها. وفكرته ببساطه ان هو التراث اللي الاولمبيات عايزه تسيبها. فهي فكره الاولمبيات مش بس ان انجلترا عايزه تستضيف الاولمبيات وخلاص، لا، عايزين يسيبوا وراهم تراث ان هم ينموا الرياضه في الدول اللي متاخره شويه رياضيا، او الدول اللي الرياضه مش على اولوياتها، ومنها مصر. إن هدف برنامج الإلهام الدولي هو واحدا من أكثر الأهداف تفردا وطموحا في تاريخ الألعاب الأولمبية، فهي المرة الأولى التي تسعى فيها بلد إلى اقتسام المنافع التي ستعود عليها من استضافة الأولمبياد مع العالم كله. أحمد علاء الدين، نهارك سعيد.